صباح الخير لكل أصدقاء لكل العرب، يوم جديد وبداية كل سعادة ومختلفة. اليوم بدايتنا بطبيعة الحال أصدقائنا مع عالم الفيزياء ومتعة علم الفيزياء إسراء. يعني اليوم فعليا حديث جديد عن الثقافة العلمية وأهميتها المرتبطة في تفاصيل حياتنا سواء بالرياضيات أو الفيزياء، وهي بالتأكيد علوم من المهم أن نتعرف عليها. لندخل في هذا العالم من جديد معنا اليوم الفيزيائي شنجين علي. أهلا وسهلا فيك يا شنجين. يا شعلة النصر، إحنا لازم دائما كل لقاء نأكد على معنى اسم شنجين. هو إيه يعني معنى اسم شنجين؟ شعلة النصر في الحرب، وطلع كمان في يعني أبديت للمعنى، يعني شفته في مكان تاني اسمه مصدر المرح. وانا مالي هيك بصراحه يعني ابدا. نكتشف نحن قبل الهوى، يعني معك دائما بنكون هيك مشوشين بادواتك والامور ومتحمسين جدا مثل ما قالت اسراء، فحبسنا جدا انت اليوم. لكن خلينا نبدا بدايه هيك جديه بالثقافه العلميه فعليا شنجين. شو اهميه الثقافه العلميه وانه نحن نبحث عن ما وراء الامور علميا؟ هلا الثقافه العلميه هي بطبيعتها هي علوم افقيه، شويه معلومات افقيه لا تحتاج الى شخص متخصص ليتعمق في الموضوع. الثقافه هي لاي شخص، اي ثقافه، مثلا شخص عنده ثقافه رياضيه، واحد عنده ثقافه سياسيه، واحد عنده صحيح. ثقافه دينيه. هذه الثقافة لازم تكون موجودة لأنه هي من أهم العمليات الفلترة للمعلومات الخاطئة العلمية اللي بتدخل في مخنا، ونحن اللي نحن نحطها ونعتمد عليها ونحط عليها معتقدات ونحط عليها استنتاجات ونبني عليها، وبتطلع معنا أخطاء وأخطاء وأخطاء، وين النتائج ما بتبين، بترجع لورا بتلاقوا من خطأ علمي موجود. هذا الحكي شلون بيخلص؟ أول خطوة فيها هي الثقافة العلمية. جميل. إيه نعم. فهي الثقافة العلمية طيب. بشكل شنجين، فعليا إحنا لحتى نفهم الثقافة العلمية لابد أنه نفهم صيغة العلم والمنهجية العلمية. فلو تخبرنا بطريقة مبسطة وتخبر المشاهدين ما هي المنهجية العلمية أصلا اللي بتعتمد عليها نشأة العلوم. سؤال ممتاز. هلا الثقافة العلمية بطبيعة حالة راح تتعلم المنهجية العلمية من كم شكل، مباشر وشكل غير مباشر. خلينا نحكي عن مفهوم منهجية العلمية. شو هي المنهجية العلمية؟ ببساطة أبسط تعريف له، هي طريقة لاكتساب المعرفة الحسية. طريقة لاكتساب المعرفة الحسية لها خطوات. هذه الخطوات يعني شلون خلينا نقول تعلموها على مدى طويل وشافوا انه هي المفيدة الوحيدة يلي الأقوى اللي بتجيب علم دقيق. تمام. الخطوة الأولى هي الملاحظة، التساؤل، التخمين، الفرضية. واحد بعد بيلاحظ، بيساوي، بيشيل وبيحط. هذا بيسميه على فكرة الطفل، يعني حكينا في هذا الموضوع من قبل، يعني صحيح. الفطرة ماشي، بلش بيتساءل، يشيل هون، بيطلع مثلا على قوس قزح، حدا ليش هيك، قصص شغلات عملات، ببلش بيدور على السبب، ليش صار هيك، بطلعوا انه في فرضيه، بنى فرضيه معينه، والله صارت مشان هيك ماشي. فهي اول شغله. الثاني شغله التجربه، وبين قوسين تعلم من الخطا. المنهجيه العلميه، ترى الموضوع مو تحفيز، الموضوع المنهجيه العلميه في اصله التعلم من الخطا. لا يوجد تجربه في الدنيا صارت من أول مرة. صحيح. فهمت علي؟ فنحن بنجرب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، لبين ما كل مرة ناخذ معلومة 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 معلومة، لبين ما نطالع التجارب. هلا هي التجارب نحن طالعناها، الخطوة الثالثة شو هي؟ استخراج نتائج. ماشي؟ هلا في هون نقطة كثير مهمة، نحن وقت الفرضية قلت أنا أفترض إنه هذا الشيء موجود هيك، تمام؟ فأنا أستنتج إنه ممكن يطلع منا هالنتائج هيك وهيك 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 وهيك، تمام؟ في عندنا خمس احتمالات الفرضية تبعيتي، تمام؟ بعد التجربة بيطلع معي نتائج. هلا هذه النتائج إن تطابقت مع الفرضية، نتائج الفرضية اللي أنا عندي، ترى كلامي صح. ممتاز. أيوه، بكون الفرضية تحولت إلى نظرية. حلو. هذا الفرق بين الفرضيه والنظريه. الفرضيه هي عمليه تفسير تخمينيه من غير تجربه، تمام؟ الفرضيه النظريه هي فرضيه تفسير معين لها اثباتات وادله، تمام؟ فبتحول الى نظريه. هون في نقطه كثير مهمه احنا لازم نعرفها، على قد بسطت على قد ما هي مهمه وعلى قد ما في ناس تدخل في اخطاء فيها. لا يهم اسم الفرضية، لا يهم مدى عبقرية الطريقة اللي فكر فيها. نعم. لا يهم مين سوى هذه الفرضية، لطالما هي لا تطابق النتائج التجربة فهي خطأ. ببساطة. فهذه المنهجية ببساطة هي مفتاح العلم. فهمت علي؟ في ناس بيقعدوا ما بينتبهوا عليها او بيتغافلوا عنها او بيشيلوا شيء معين منها، قصص 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 في كثير يعني. هون في ملاحظتين بس خلينا اقولهم بسرعه. الملاحظه الاولى انه النتائج كلها لازم تطلع بموضوعيه تامه.
ماشي. هذه الموضوعية يعني مدرجة أنت احتمال معين بتقصد. بالضبط بالضبط. يعني في ناس بتكون عندها متحيزة لا 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 لشيء معين حابة تطلع بالنتائج تمام. هذا بقولوا عليه التحيز التمنوي، إنه أنا أتمنى يطلع هيك. هلا في ناس مثلا مثل التطورين أو بشكل أدق الداروينيين، لأنه في فرق. الداروينيين بيتمنوا دائما يطلع نتائج معينة بحيث إنه تدعم معتقداتهم تمام. فبتلاقي مثلا 90% طلعت تجربة، فال10% لا تدعم تجربتهم مثلا ماشي، فبطلعوا ما بطلعوا عليها، بجيبوا لها 90% وبالتجربة مع العلماء أثبت لنا أن هكذا كذا طلعوا لنا نظرية. فبيساووا صيغة اللي بدهم إياها. هذا المنهجية العلمية مرفوض، لازم يكون موضوع تام حتى لو كان ضد أي شيء أنت بتفكر فيه. الشغلة الثانية، نحن لا نتمسخ في المعلومة، نحن نتمسخ بالمنهجية. يعني أنا اليوم إذا أنا فقت من النوم أو ولدت، والله مو خطر على بالي أقول إن الأرض كروية مثلا ماشي. مو هذا اللي أنا بدي إياه، يعني مو جاي على بالي أقول والله خلي الأرض كروية، الموضوع مو هيك. المنهجية اللي طبقناها 1 2 3 4، الاستقراء الاستدلال الاستنتاج 1 2 3، طلع الأرض هيك. وهذه المشكلة بيننا وبين الناس اللي بتكون بقى بتلاقي إنه تتحيز. أيوة بتتحيز بقى، بقول لك إنه الأرض مسطحة. أنا ما عندي مشكلة، تعال نتناقش، ولكن يوجد منهجية نعتمد عليها صحيح. بتوصلنا للعلوم الصحيحية الصحيحة. فهاي هي عملية فلترة، عملية فلترة العلم يلي لازم تكون موجودة عند أي شخص مثقف نعم. علميا. طيب شنقين هذا الكلام صراحة بحيلنا لمسألة أو مناقشة موضوع ما يسمى بالعلوم الزائفة حاليا. في كثير عندنا من العلوم طلعت على الساحة، ما يسمى بعلم الطاقة. طبعا أنا بركز على كلمة ما يسمى بعلم الطاقة، ما يسمى بعلم البرمجة اللغوية العصبية. في كثير من هذه الأمور أو الفنون أو ما إلى ذلك طلعت وصارت تتخذ شكل إنها علوم وتصدر للناس على إنها علوم تبعا للمنهجية العلمية اللي ذكرتها. فندلنا هذه الأمور عشان الناس تعرف ليش إحنا فعليا بنعارض يعني علوم الطاقة والـ NLP. النقطة هنا في كتير التباسات بتصير. السبب الأول أنه مو موجود ثقافة علمية، فبتلاقي في خلط بصير. يعني مثلا أي شخص يسمي حاله دكتور ولا مهندس ولا أي شيء يحكي شوية مصطلحات ماشي، وبعدين بتلاقي حط المصطلحات. طبعا نحن كناس ما مثقفين يعني ما بنعرف شو عم بيحكي، فشكله صح يعني شكله عم بيحكي صح. بتلاقي حكى شوية بعدين اذا فالاستنتاج الفلاني هيك، قول واو ترى هذا طب هذا شيء علمي. لا حموده هذا مو شيء علمي، هذا عم بيحكي شوية مصطلحات. يعني اعطيك هيك مثال سريع بعدين نرجع على موضوع العلوم الزائفه. انه مثلا كثير من الناس بتلاقي انه هذا فتره كورونا بتلاقي انه العالم قالت الجيل الخامس، وفي كثير ناس مو بس مشاهير يعني ناس معروفين كثير ان كان في مصر بس من دون ذكر اسماء الله. فبتلاقي انه قال الجيل الخامس او شو اسمه 5G هي كورونا، يعني هي سببت كورونا. طلع هيك هلا اي شخص غير مثقف مو واعي في ما عنده هالفلتره بتلاقي ترى الموضوع مؤامره فبيتبناها. الا انه هون صار في قفزات، انت لا اعطيتني منهجيه ولا اعطيتني اي شيء خطوات مشان اورجيك شو هي الكورونا، شو هي الفيروس، قياسه شو تاثيره على الامواج شو قياسه، شلون بتاثر على بعض. هي خطوه بخطوه لازم تكون معروفه. موضوع القفزات هذا ممنوع بالعلوم. فهي اول شغله في العلوم الزائفه. اي علوم انت بتسمعيها كانت انا اسف يعني الابراج او شيء ثاني لا ما تتاسف انت تتحدث بناء على منهجيه علميه يعني وتجربه ما تتاسف. في ناس بتنصدم، هي ليست علم. يعني مثل ما قلنا انه سموها اللي بدكم اياه، بس لا تسموها علم، لا تسموها ساينس. فبتلاقي انه اول فرق ما بين علوم الزائفه والعلوم الصحيحيه الصحيحه هي المنهجيه. طيب لا يوجد لها منهجيه واضحه، يعني ما في واحد شوف على الخطوات اللي قلتكم اياها ببساطه هي موجوده في مثلا الفيزياء الكيمياء الرياضيات هذول، بس ما هي موجوده مثلا في علم الطاقه. بتلاقي علم الطاقه فيها مثلا ما بتكون فيها الكلام دقيق، بتلاقي معتمد على تحاليل شخصيه، بتلاقي على شويه هيك شغلات انه هو انا شايف الموضوع وطاقتي طلعت لطاقتك. هذا غلط طيب بدنا طاقات بعض. يعني السؤال قلت انا فرغت الطاقه السلبيه، هذا نفسيا اوكي ممكن احكي عليه كنفسي، ولكن فيزيائيا ماديا هي الطاقه السلبيه هل نحن بنقدر نقيسها؟ هل نقدر هي لها اثر فيزيائي؟ الجواب لا ببساطه. في كمان شغله ثانيه لا توجد عليها دلائل علميه. بتلاقي انه
هي كلها دلائل شخصيه. فمغالطة الشخص انا بتعرفيها، مثلا بكون في واحد يدخل انا صار معي هيك، فممكن يصير في ايحاءات، ابن خالتي صار معه كذا كذا كذا، هذا غلط. حتى قانون الجذب شنغين طيب استاهل الموضوع. قانون الجذب فلد لنا اياه علميا. قانون الجذب، اعطوني قانون الجذب، قانون الصيغة العلمية، الصيغة الرياضية. لا يعني في صيغة يعني بيحكوا دائما انه انت اذا بتفكر بموضوع معين فانت بتجذب هذا الشيء، وبذات الوقت اذا الشيء انت كثير يعني تأملته فممكن انت تجذبه. شوف هلا انا ما راح انت بتجذب المواضيع والاشخاص لحياتك. حلو، هذا بيحكوا دائما بقانون الجذب ببساطة. ولكن هل بقى في الفيزياء والمنهجية العلمية بتقول لك هل اي شخص عمل نفس المعطيات تعطي نفس النتائج؟ اذا الجواب لا بكون معلم، بس هن بيقولوا دائما بيعطي نفس النتائج. انا بحكي الذي يقال، انا عم بقول لك هلا اذا كانت 100% تعد ورجينا ابحاثك وورجينا المعادلات اللي انت عم تساويها والقياسات. يعني الموضوع مو بس صار تجربه، قياس التركيز، شط قوة من التركيز تعطي، شط تعطينا النتيجة، شط تعطينا إياها احتمال قوة. لازم تكون النتيجة ذاتها، بتقصد أنت بالحرف هي بتكون مختلفة من شخص لآخر، أنت عم تقول لازم تكون ذاتها. لا لازم تكون ذاتها علميا وحتى بالقانون. يعني مثلا على أي قانون تعتمدت مختلفة من الشخص الآخر؟ الموضوع سائل. هلا أهم نقطة في تختلف، لأنه كل شخص له بيئته له ظروفه حياته، هن هذا الحكي اللي بيحكوه. يعني أهم نقطة في الفرق ما بين العلوم الزائفة والعلوم الصحيحة هي شيء موجودة في فلسفة العلم اسمها قابلية التكذيب. شو يعني قابلية التكذيب؟ يعني واحد بيكون عنده معيار معين من خلاله أقدر على أحكم على النظرية اللي هي صح ولا لا. يعني مثلا إذا جبت انا قلت خلينا ناخذ شيء الجاذبيه، تمام؟ الجاذبيه كل واحد اجى حكى فيه انا قلت الجاذبيه ترى الموضوع جذب مغناطيسي، ماشي، هو مغناطيس خلينا نقول جوا، ماشي، وفي شغلات عم بتنزل عم بتمغنط لتحت، تمام. هاي نظريه. هلا شو قابليه التكذيب اللي فيها؟ التجربه. تعال نشوف، نساوي تجربه، يا بتكذبها يا ما بتكذبها، لا يوجد شيء اخر. نجي بنشوف مثلا هي، طيب نزلت الشغلات اللي هي حديد، طيب المتساوي بالشحنه ما بتنزله، طيب المغناطيس لها اثر تنافري، اين الاثر التنافري؟ بتلاقي ما في، اذا غلط، تمام. بالمقابل ناخذ مثلا على المطاقه، ماشي، بتلاقي قابلية التكذيب فيها لا توجد. يعني بتحكي 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 هذا هيك هيك هيك، طب بس انا صار معي هيك، ايه بيكون انت صار معك هيك هيك هيك، بتلاقي في مبررات لاي شيء. قابلية التكذيب اول شيء كانت قابلية التصديق، بس قابلية التصديق اصلا انت يعني اصلا انت عم تجيبي دلائل مشان تجيبي انه انه عندنا دلائل، تعالوا شوفوا شوف لانه هذا صح، شوف هيك 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 صار، هذا ما يكفي، هذا ما اسمه علم. لازم يكون في عندي معيار ليكون فيه قابلية التكذيب موجوده. فقابلية التكذيب هي اهم نقطه في العلوم الزائفه لا توجد فيها. نعم. طيب انت شوقتنا يعني لبعض التجارب او التجارب فعليا الفيزيائيه، خبرنا شو محضر لنا اليوم. طيب خلينا نحاول هيك نشغل عقولنا معك. طيب ونستنتج. في عندنا طابع. حلو. ردد الفعل لا اكيد لا، لكل فعل ردد فعل. تخيلي الاساس للاسف هيك بيشتغلوا، يعني لقوا انه انها رده الفعل. طيب في عندنا نحن مضخه هواء اللي هي بسشوار كمان ممكن يصير، بس هذا اقوى يعني. يا سلام، اقوى بس مش علينا. لا لا مو عليكم. طيب اللي بدي اسويه بسرعه، انا هذا الطابع رح تطلع لفوق، تمام. اللي بدي اسويه بسرعه انه انا اذا ضخيت الهواء بقوه وحطيتها هذا بهذا الشكل الطابع، شو رح يصير فيها؟ تضل فوق. رح تضل لفوق. رح تضل لفوق، مو هذا الشيء يعني يعتبر منطقي، مو تمام؟ هذا شيء نحن بنعرفه، مو هذا التجربه، مش ما تقول اهدو لسه المفاجاه مو هاي التجربه. ولكن انا تميلت، هل راح اضل مكان وراح اطير؟ خلينا نشوف بسرعه. ممكن تطير لانه طيب استسلمت. جميل. طيب شو اللي صار؟ اللي صار باختصار لانه نحن معنا وقت كثير. اللي صار نحن في عندنا مبدا اسمه مبدا برنولي. مبدا برنولي بيقول كل ما زاد سرعه الهواء خف الضغط في ذلك المكان. طيب هذا الهواء اجت الطابع نزل دخل، يعني اجت عليه هواء سريع من تحت، في هواء سريع ومن فوق في هواء سريع، ولكن من فوق لمست مساحة أكبر في سرعة الهواء. فسرعة الهواء بهاي المساحة كبيرة، في كل هذه المساحة خف الضغط. إلا تحت خف الضغط في مكان صغير لأنه جاي من تحت، ماشي. فمن فوق صار في سرعة هواء كثيرة، وبالتالي حسب المبدأ خف الضغط
بشكل كبير، فصار في فرق في الضغط، فوق ضغط خفيف تحت ضغط عالي، فالضغط من تحت يكبسه لفوق فجعلها معلقة في السماء. هذا الحكي نحن ما نستفيد منه. هذا جواب لماذا تبقى الطائرة معلقة في السماء. الطائرة أنه نحن في عنا طيارة بكل هالأطنان من الحديد، شو اللي بخليها تضل معلقة؟ ترى هدول اللي بيشتغلوا ايش كان اسمه المروحيات، بيقربوها لقدام ما بطلعوا ولا فوق، بيقربوها لقدام. ايوه، فاللي بصير انه نحن في عندنا جناح الطائره، وقت نحن بنقطعها بنشوفوا المقطع العرضي اللي فيها بتلاقوها من فوق شوي مايله ومن تحت تقريبا مستقيمه، تقريبا يعني. فالمساحه الاكبر فوق، وقت بيجي الهواء بياخذ سرعه الهواء في مساحه اكبر، فسرعه الهواء كل ما زاد سرعة الهواء حسب ما بنقدر نقول يخف الضغط، فبتلاقي الضغط فوق صار أخف، فالضغط من تحت صار أعلى فعلقه فوق. هي فيزياء الحياة، بس تسرع فبيخف الضغط الحياة عليك. هي بس تسرع ببساطة. بالضبط بالضبط. في عندنا تجربة ثانية احنا شنقين نعملها هلا؟ نعملها لأنه الوقت رح يداهمنا، خلينا نشوفها معك. طيب، في عندنا طابات البينج بونج تمام موجودة، مو هيك خليها شوي تكون عالية الكاميرا مشان تشوفها. في عنا طابات بينج بونج. حلو تمام. برضو في طابات. تمام. أيوة كين. وبرضو في مضخات. طب شو نعمل؟ لا هي أنا حاولت إنه تكون في نفس المبدأ. حرقتها. تمام. أوكي. مشان يعني مشان يترسخ الموضوع. لا عادي، نحن دائما متشوقين معك يا شيخ. طيب شكراً. طيب. يلا. بلش. رح طالع فوق. 1 2. هاي بقى مفاجأة ما كنت أنا متوقعة شخصيا، بس جميلة جدا. هاي أول مرة بنعيش هيك شيء بالاستديو معك. طيب أوكي. مع أي ضيف يعني، بس رائعة جدا. خبرنا بقى الأسرار. شو اللي صار؟ اللي صار نفس الشكل بالضبط، نفس المبدأ بالضبط. أنا وقت جبت هالشيء ماشي الانبوب، حطيته في عند شو اسمه عند الطابات. طابات انا زدت السرعه هون حسب مبدا برنولي، كل ما زاد سرعه الهواء خف الضغط. في هذا المكان خف الضغط، فتحت الضغط صار اعلى، فضغطه من تحت طالع من فوق، لانه يعني الشغلات دائما بتروح على الضغط الخفيف. حتى البشر سبحان الله، شوف الحكمه. ماشي، بيطلعوا لفوق بالضبط. هذا نحن وين بنشوفه؟ وين استفدنا منه؟ وين؟ بالعطر. العطر شلون بيبخ؟ الله، بتعرفوا هذا العطر القديم هذا اللي طرفتي؟ هذا شو اللي بصير؟ بصير انا وقت بعطي بضغط فبزيد سرعه الهواء في الانبوب. هذا الانبوب موصول على انبوب اللي واصل تحت للعطر، فبهذا المكان بخف الضغط. هذا المكان صغير خف الضغط، فالضغط تحت اعلى فبيطلع لفوق وبروح مع سرعه الهواء فبخبخ. لطيف. اي نعم، فمبدا برنولي، زاد السرعه خف الضغط. جميل. طيب خلينا نحكي يعني بالنسبه للاشخاص المهتمين بالفيزياء واللي عندهم شغف في هذا الموضوع. انت ذكرت نقاط جدا مهمه، مساله الثقافه العلميه، المنهجيه العلميه. خبرنا احنا كيف ممكن نحول الفيزياء لمهاره حياتيه؟ كيف ممكن احنا بالفعل انه نفهم القوانين الفيزيائيه من خلال ملاحظه الاشياء البسيطه مما حولنا، مثل رشه العطر كمان مثلا. طيب هلا في فرق كثير كبير ما بين الثقافه العلميه ما بين واحد يكون مختص بالفيزياء. أكيد. الثقافه العلميه لا يتطلب او لا يتطلب من اي شخص بده يكون مثقف فيزيائيا او بالعلوم انه يعرف قوانين، يعرف القانون الرياضي، الصيغه الرياضيه. ولكن كل مطلوب منه انه يكون يعرف التفسير. التفسير كيف صار؟ هلا نحن حكينا شيء قانون، ما حكينا قانون، لكن حتى حكينا مبادئ، حكينا شوية تفسيرات صارت. المهارة شلون تجي؟ فقط عند الطفل تركوه على فطرته، بس تركوه على فطرته، خليه يسأل، خليه يجرب. معه بيضة بده يكسرها، لا يعني خلوه، طبعا أنا ما بقوله يخرب، بس عطوه مجال في مكان معين يكسرها ويكتشف إنه ترى هي تجربة فيزيائية بالنسبة له. تعرف إنه وقت تنزل البيضة لتحت فبتنكسر، فهو بيعرف إذا نزلت البيضة تنكسر. ساينتفك المنهجية العلمية هي، عنده شوية افتراضات، جرب تجربة طلعت النتائج المتوقعة، هو فكر بده يتسلى، بس نتائج متوقعة طلعت يعني كف من الأم أو شغلات تانية وتخريب. والتجارب اللي عنده ما، فخلص عارف إنه هذا الموضوع استنتج منه، حتى لو كان خطأ استنتج منه شغلة بيروح على اللي بعده، بيحرق إيده بيروح على اللي بعده، بيكسر شغلة بيروح على اللي بعده. عند الطلاب حق المادة التعليمية بالمتعة، ترى مجرم يلي بيفصل المتعة عن التعليم. تمام. عند الشباب في أي يعني شلون بدي أقول لك، في أي مكان
في أي مكان يعمل ندوة بسيطة، شغلة نقاش، لخيو نحن قاعدين عم هيك عم بياخذوا بعضه مع بعض دقيقتين من النقاش العلمي شو ما كان، حتى لو كان غلط ترى هذا بيزرع مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة شوية أسئلة. بصير مثلا إذا نحن اليوم حكينا على العلوم الزائفة مثلا، هو إذا مو مهتم، بس في مكان تاني إذا طرقت ابنه علوم زائفة بطلع حواليه ما مو انه ما بيهتم فيه. فهيك هيك شوي 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 طبعا كيف ممكن كمان نزرع مهارات هي اللياقه فكريه. هلا نحكي عن اهميه بتشوف انه هي اللياقه فكريه بتجي على التدريب، يعني مثل اي واحد رياضي ماشي بيتدرب 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 وصل اقوى واقوى. خلينا هذا الموضوع ناخذه بفقره ثانيه لانه هو فعلا بده تفصيل، لانه في اشخاص بيكون عندهم منهجيه علميه لكن بده فعلا يكون عنده لياقه فكريه. وكان في نقاش بيني وبينك سابقا اذا تتذكر ما حنحكي عن اي موضوع، بس انا لانه قبل ما يداهمنا الوقت هذا الموضوع رح نحكي فيه. خلينا ناخذ التجربه الثالثه معك يا شنجين، وخلينا خليها تجربتين وهي تجربتين خلاص خلينا سؤال اخير في موضوع المتعه، لانه عم بيصير في جدل انا عم بقرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المتخصصين بالعلوم، هم بيناقضوا مسألة الجمع ما بين المتعة والعلم. فإيش بيجوا بيحكوا لك؟ بيحكوا لك إنه كثرة إدخال المتع والألعاب لإيصال الفكرة العلمية يقلل من أهميتها، وما بيشعر الطالب بقوة هذه الفكرة. أنت من خلال تجربتك مع الطلاب لأنك أيضا مدرس، احكي لنا من خلال التجربة. هذا الشخص اللي بيقول هيك قال له أنت شو بدك؟ مو إنه أنت مالك دخل، قال له انت ماذا تريد، شو الهدف اللي بدك؟ طبعا هو ايضا مهتم ومتخصص. حلو كثير. لا لا اوكي اوكي، لا لا هو ترى السؤال مو يعني استخفف، يعني انا بحكي عن جد. هو شو بده؟ هو توصل الفكره. فئتك المستهدفه مين؟ المختصين، كلامك صح ماشي. مع ذلك لازم يكون في بعض المرح ماشي. بس طبعا غير مختصين انت مالك مضطر تاخذه بهالجفوفيه حسب الفئه المستهدفه. انا اذا اذا مثلا اجيب طفل ولا شخص غير مختص وانا احكي معه بيبي بهذه البلدة، ترى هذا اللي صاير عنا يعني بلا الفيزا ولا بطيخ وبلا صاحب، يعني مدارس اكبر يعني مثال. حتى خلينا ناخذ مثال والعالم اسمه والتر واين، هذا المعروف على السوشيال ميديا هيك شعره منكوش عنده نظارات بسبب بالمحاضرات تجارب معروف كثير. هذا شو عم بيعمل؟ ترى كلمه مجرم من يفصل التعلم او التعليم عن المتعه هي كلمته. كلمته مو كلمته طبعا يعني فعلي. انت خلص احلت الموضوع له، نروح نحاسبه اذا لا بالاخر الموضوع مو شغل الموظفين عن اللي حكيت الموضوع على ظهرك. بس يعني انا جربت هيك وجربت هيك حسب المنهجيه العلميه انا طلعت فيها ترى المتعه احسن يعني. خلينا اعطي اخر نقطه. ترى الشخص يلي بيكون مستمتع او عم بيضحك او مرتاح ترى هو ممكن ياخذ المعلومه حتى لو كانت ثقيله، بيعفر على نفسه وبيشغل مخه شوي بيحاول يفهمها. بس الشخص اللي متضايق جوا ترى فهمت ما فهمت حلالني مالي مضطر، حتى ممكن يقول له طول الوقت يهز له في راسه طول الوقت. بس هو بالاخر يعني خلص بيني وبينه مالي مضطر افهم منك انت شخص غليظ ولا بليد ولا يعني. بصراحه شنجين امتعتنا للامانه ووصلت الفكره ورسختها، واعتقد انه رسخت في اذهان كثير من المشاهدين اللي شاهدوا هذه الفقره. شكرا جزيلا. بس قبل ما نختم يا اسراء لازم نسال شنجين عن العلماء، عن الشخصيه اللي هو محبب بالنسبه له اثرت بذهنه فعليا. طيب مين ممكن حكيت علماء انت بس اعطينا هيك اسم عالم لانه حنروح لعالم فيزيائي حنروح لعالم فيزياء لانه بعد شوي. اكثر شخص اثر فيني هو طبعا في مؤخرا يعني انا طول الوقت عم بياثروا فيني في كل مره حقبه يعني. احكي لنا اسم من التاريخ القديم ومن التاريخ الحديث. بالتاريخ القديم هو نيوتن. نيوتن ترى هذا شخص يعني وحش يعني ماشي. طبعا اينشتاين هو فنان بس نيوتن ترى هو سوى التفاضل والتكامل وبالعشرينات القوانين الاساسيه يعني نحن وقت نلعب ببجي هو عم طالع تفاضل وتكامل فهمت علي. من الحديث اللي هو يعني من فتره الماضيه هو ريتشارد فاينمان. ريتشارد فاينمان هو عالم فيزيائي اخذ جائزه نوبل، عنده كتاب اسمه متعه اكتشاف الاشياء. اسم كتاب له ترى ممتع جدا جدا بغض النظر عن معتقد حتى لو ما كان مختص فيه يقرأه الشخص غير مختصين اي حلو. بس هو له معتقداته الدينيه هو شيء اخر، نحن ما بيهمنا هذا الحكي، ولكن يعني وجب التنبيه يعني اللي بدي اقرا شو اسمه. فاللي فيه قمه المتعه وبجواب على اي سؤال نحن عم نحكي هون بتلاقيه موجود هون. من بيحكي عن العلوم الزائفه طبعا هو لقب بمجله تايمز في سنه من السنوات كاذكى رجل في العالم. اي نعم عنده طريقه في الالقاء وفي التعليم ترى رهيبه جدا.
ريتشارد فاينمان. يعني شكرا على الإحالة شنجين، وايضا شكرا مره اخرى على المعلومات والتجارب. وهلا احنا برضو رايحين لقصة عالم، لكن من العلماء العرب والمسلمين وابن الهيثم. لا تذكر الفيزياء الا وذكرنا بالتأكيد ابن الهيثم. دعونا نشاهد. ابن الهيثم اعظم فيزيائي مسلم واعظم دارس لعلم البصريات في زمنه. لقب ابن الهيثم أبو علي الحسن بن الهيثم بالمهندس البصري، وهو مولود في البصرة عام 965 ميلادية، وتوفي في مصر عام 1040 ميلادية. عكف ابن الهيثم في تجاربه على دراسة طريقة انتقال الضوء من مكان إلى آخر، كما صب اهتمامه على دراسة الألوان والأطياف البصرية وانعكاس وانكسار الضوء. وضع العالم المسلم قوانين انحراف الضوء التي لا زالت إلى الآن تدرس في كبرى الجامعات والمعاهد العالمية. استخدم ابن الهيثم في تجاربه أسس وخطوات البحث العلمي المتبعة في عصرنا الحالي كالمراقبة، التشخيص، وضع الفرضيات واختبارها، وتأويل البيانات ووضع الاستنتاجات النهائية ونشرها. أسس ابن الهيثم علم الفيزياء وشرح أجزاء العين ووظيفتها ودونها في مخطوطات علمية مفصلة. تنسب للحسن بن الهيثم المبادئ الأساسية الخاصة باختراع الكاميرا. وضع ابن الهيثم العديد من المؤلفات في علم الرياضيات، وصل منها إلينا 37 مخطوطة، بعضها كان شرحاً لدراسات الأولين في هذا المجال، وبعضها الآخر هي نتائج تجاربه في دراسة علم الحركة وتسارع الأجسام. بمناسبة مرور 1048 عاماً على ولادة ابن الهيثم، أصدر موقع جوجل شعاراً خاصاً احتفاءً به، واستخدم في الصفحة الرئيسية للموقع يوم الأول من تموز يوليو عام 2013.